بعد أن انتشر القتل والنهب سنوات التسعينات من طرف إرهاب باعوا ضميرهم بقتل إخوتهم، فأصبحوا يعيثون فساداً على المدن والقرى. وفي الوقت ذاته خرج الجنود الزرق الذين قاوموا الإرهاب بتضحيات كبيرة وكانوا في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن. وفي سنة 94 بدأت أول نواة تحت اسم الحرس البلدي، والتي تأسست بعد أن انتشر القتل والنهب سنوات التسعينات من طرف إرهاب باعوا ضميرهم بقتل إخوتهم، فأصبحوا يعيثون فساداً على المدن والقرى. وفي الوقت ذاته خرج الجنود الزرق الذين قاوموا الإرهاب بتضحيات كبيرة وكانوا في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن. وفي سنة 94 بدأت أول نواة تحت اسم الحرس البلدي، والتي تأسست انضموا إلى أفراد الدرك الوطني الذين أشرفوا على تأطيرهم وتمكينهم من استعمال الأسلحة. وقد مكن هذا الأمر من تحرير عدد من المناطق وضمان أمنها لسنوات، إلى جانب أفراد الدفاع الذاتي والمقاومين وقوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري والشرطة الجزائرية. وفي سنة 96 قررت وزارة الداخلية تأسيس سلك الحرس البلدي رسمياً، واستمر عمل أعوان الحرس البلدي في ضمان أمن عدد من المناطق والبلديات إلى غاية بداية الألفية. ومع بداية استتباب الأمن بدأ التفكير في تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية، وقد صدر في هذا الشأن عدد من المراسيم التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، وقد أصبح عددهم آنذاك نحو 94 ألف عون، غير أن الإجراء كان سيمس نحو 47 ألف عون فقط. إلا أن هذا الأمر لم يتم، وبقي الحرس البلدي الذي قدم تضحيات كبيرة في سبيل تحرير البلاد من زمن العنف الإرهابي. شكراً بتضحياتكم يا أبطال الجزائر. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. الاشتباك الثاني بعد اقتحام المصنع بدقائق، وهو ما أدى إلى تعطيل عملية جمع الرهائن الأجانب. ثم جاء تدخل قوة عسكرية من ثكنة تقع في المنطقة الصناعية لعين أمناس، ويبعد مقرها عن تيغن تورين 53 كيلومترا. وأدت هذه الظروف إلى إطباق حصار حول المصنع وفقدان الأمل لدى الإرهابيين في الفرار. ويعتقد خبراء في الأمن والشؤون العسكرية بأن الإرهابيين أساءوا تقدير مدى جاهزية الوحدات العسكرية الموجودة في المنطقة، رغم أنهم اختاروا هدفاً يبدو الأضعف حيث يقع مصنع تيغنتو. هناك من خدموا الثورة وناضلوا وضحوا بكل غال من أجل الحرية ونيل الاستقلال، وعلى العكس هناك من وقفوا الند للند لجيش وجبهة التحرير الوطني وضد كل ما من شأنه أن يخدم الثورة مادياً كان أو معنوياً، بل وارتكبوا المجازر في حق الشعب والجبهة في ذلك الوقت. وتعتبر فرق الحركة امتداداً للفرق الأولى التي جندتها الإدارة الفرنسية في الجيش الفرنسي منذ احتلال الجزائر، حيث جندت العديد من الفرق كالزواوة والصبايحية، والتي عملت على إرساء وتدعيم أركان الجيش الفرنسي وتسهيل مهماته العسكرية التوسعية والقضاء على الثورات الشعبية التي شهدتها جهات مختلفة من الوطن. منذ أن وطئت أقدام المستعمر الفرنسي أرض الجزائر الطاهرة، إلا وقد ثار المجاهدين الأحرار للدفاع عن بلدهم، فسقط العديد منهم شهداء، لكن كل ذلك لم يكن بفضل فرنسا وحدها، بل جاء بخيانة أبناء جلدتهم وبلدهم. ستشاهدون في هذا الفيديو أشهر الحركة في حرب التحرير الجزائرية، لكن قبل أن نبدأ الفيديو، 3 ساعات، وهو وقت اعتقد الإرهابيون أنه كاف للوصول إلى الأراضي الليبية التي تبعد عن تيغن تورين بنحو 150 كلم من المسالك الصحراوية. لكن قائد الجماعة الإرهابية الذي خطط للعملية تجاهل عدة معطيات
أهمها يقظة وحدة المواكبة التابعة للدرك التي تمكنت من تعطيل انسحاب المجموعة الإرهابية من موقع الاشتباك الأول الذي استهدف حافلة كانت تقل عمالاً أجانب طيلة أكثر من 20 دقيقة، وكذا مشاركة عناصر من وحدة الجيش المكلفة بحماية مصنع تيفنتورين في تحتفظ ذاكرة الثورة التحريرية ببطلات ضحين بالنفس والنفيس لإنجاح الثورة وبنماذج خالدة في الوفاء والصبر والتضحية، وفي مقدمة ذلك سخاء النساء في دعم الثورة بقوافل المجاهدات والشهداء، وهي النماذج التي أعطت أروع الأمثلة في التضحية في مختلف ربوع الوطن، ما جعل التاريخ يخلد وفاءهن للثورة قولا وعملا، على غرار جميلة بوحيرد والشهيدة مريم سعدان وغيرهم الكثير بقصص تضحية صدقني ستبكي عند سماعها في هذا الفيديو. كان يظهر ثم يختفي على متن مروحية روسية، يجلس بكل هدوء ويترقب الأهداف على الأرض. تمكن بمفرده من القضاء على 4 إرهابيين وقد أثار الرعب وسطهم لدرجة أنهم حاولوا إسقاط المروحية التي كانت تحمله 10 مرات لكن دون جدوى. يعد قناص تيفنتورين الذي تحدث عنه بعض الرهائن الأجانب بإعجاب شديد بطل عملية تيفنتورين الشهيرة بلا منازع، حيث أنه تمكن بمفرده من القضاء على 4 من قادة الجماعة الإرهابية، وكانت الرصاصة التي أطلقها فرصة ذهبية للعشرات من الجزائريين للفرار. المثير في موضوع هذا القناص الذي ينتمي لوحدة GIS، مجموعة التدخل الخاصة التابعة للاستعلامات والأمن، أنه كان يصيب أهدافه بدقة وهي أجسام الإرهابيين، وقد أصاب 2 منهم في الرأس رغم أنه كان يركب مروحية روسية لا يمكنها الثبات في الجو. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. حسيبة بن بوعلي نشأت في عائلة ميسورة الحال، زاولت تعليمها الابتدائي بمسقط رأسها، وبعد انتقال عائلتها إلى العاصمة 1948 واصلت تعليمها هناك، وامتازت بذكائها الحاد. ومن خلال رحلاتها داخل الوطن ضمن صفوف الكشافة الجزائرية اطلعت على أوضاع الشعب رفقة أكثر من 400 حركي. وكما يذكر الرحالة موريتس أن الجنرال بيغو لما أراد ملاقاة الأمير عبد القادر كان رفقة ضباطه وعدد من جنود الصبيحية، ومعهم مصطفى بن إسماعيل أحد الأذناب المعروفين أيام الاحتلال. وقد تصدى لمحاربة الأمير، ولما هزمه هرب إلى مشور بتلمسان وسلمها للفرنسيين 1836. وفي الشرق الجزائري ثار فرحات بن سعيد شيخ العرب في منطقة الزاب الصحراوية، واغتنم فرصة وجود الفرنسيين للإطاحة بالحاج أحمد باي بسبب عزله من منصبه